استاذ هاني، واخيرا جايين على الاماراتيه دبي. اول مره اصل على الاماراتيه، راكب قطريه، راكب اتحاد، مال مال الخليج، يمكن مال البحرين، كويتيه. اول مره على الامارات هاي. وين رايح هذا؟ والله ما اعرف. طب فين اروح هسه هاي جرها منا هيك، جرها منا هيك حد ياكل ضي ياكل اطلع عادي. ليش طالع؟ اسرائيل طالع كان المفروض كنا نجي العراق زين، يعني كل هذا التاخير على مجمل اكثر دار مجهول صحيح. اي كافي بعد ما بيها، لازم تسوي، ما قدرت تسوي بكري. الحمد لله على السلامة يا ابي. ماكو الافلام خلصن، المسلسلات خلصن، اغاني خلصن، بودكاست خلاص ما في، بس بالنسبة للساعة الرولكس. هنا أنا تنظيم، ترتيب، نظافة، تنظيم، تنظيم، تنظيم. ها؟ تنظيم مو شلون مكان. مو شلون مكان يعني. يعني حتى هذا الخط. سرهاني ما احنا ما نريد يعني نطلع امريكا هيك كلش جعمريشن. والله جعمريشن ليش يعني؟ لا ولا يصور عايشين هاي. بس انت تعتقد احنا غلط؟ صدق؟ يلا زين. انت مو تجي شفت هنا تجي استاذ هاني تعطي دورات؟ ايه اوكي. بس بيا سنه بس هاي وين ما كانت هاي 99 هاي جوازات هاي حبطه بعد ما صور ما كانت هاي يعني ترى مطار لو شو اسمه. واو طبعا سووا لي يقولوا لي عيونك صغار ما تنقري بالجهاز، فاعتذروا مني لين شوي عطلوني وطوني ما ادري شنو. استاذ هاني صدق عيوني صغار؟ كلش صغار. قول الجهاز ما يشتغل، عيونك صغار. والله عيونك صغار، شلون هاي تراهم هاي؟ انا غير افتهم انت اذا يشتغل عندي لا لا. ماكو انا طوني. نزلت انت شيء؟ نزلت ما ادري صعدين. انت ما غريب لازم يتقفص عليك. حسابنا 56. اوكي. صار شقد 60 يلا 60 زين صار لساعة يودينا يمنا يودينا يسرى على عبالي وصلنا. شو رجعنا على الشارع صار هاني. هاي مبردة يمكن مو يابا من اقول حارة وتصمت صمت يعني مو قاعد دا اعترف بس دا اتذكر اتذكر با اسمع كوكوكتي وعين اختي بالحلة. الله يتوقعوني يعني انا الحرمان في دول الله. عصفور مثلا يا بابا. هذا البرج الجديد اللي المفروض يصير اعلى من برج خليفة. عبالك شو اسمه هم ولا أقول نور يوغ هاني. هذا بس المقبلات أعتقد أجل غدا مايك أجل تمام لعبي هاني. هاني يعني مسوي جاي دبي دا سوي دايت. هاي دا سويتي بس مو صوتك مو
هادي بو شنو القصة؟ كنا راح يطلع علينا يحكي لنا شكرا مرات سمي 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 يقول لك سوي جاي هذا ترى بروده مو محترق شكرا سلاني يا بيت شو حد حليق الرأس همينه هاي بوش ثانك يو حبيبي يلا ثاني يلا انت اصور لك يلا اوكي كمل يلا جو هيد مربعات مال التباعد وهنا يقولون الملابس كمامه يطول غرامه تطلع لها في 900 دولار يمكن الغرامه ما اعرف قالوا 3000 درهم تدري امنا ساعه 3 الفجر تنعسان لو لا تنعسان عيني رجعونا مال سقاطه خليها اللقطه بس والله مشتاق اني لهذا الجو هذا هيك بي ما ادري شنو اذا تشوفوه لو لا رطوبه للقعقاع ها يعني هذا مو تراب مو مثل مالتنا الجو الاله مالتشن الاله سيفوره بس بالنسبه للكاستر يمكن هذا المكان يلا استاذ هاني ما يخلص هذا ينطي امل شوفوا 2007 شلون كان البرج صحراء هيك كل شيء هاي المراحل مال بناء يا جماعه هسه شرحوا لي اياها هاي شلون مع هاي مال الموسيقى السعون تنزل منها كقطرة تنزل على شكل موسيقى من وحدة لوحدة 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 تصير موسيقى هاي بالريزيدنس مال برج خليفة تصور من برا بس حتى ما اوقع مستحيل يعني تعال عدنقة احنا هسه واقفين شنو؟ عدنقة مال برج الخالد يعني ترى اقول لك أنا لو ما أنا منتجي على هاي ولا واقع من أبو علي فوق هاي منها نفس الشيء يميجي يعني هاي اللقطة ترى الوحيدة اللي هي يعني تطيح حقها مو Thank you أوبا الحر يعني الحر بس ما أنت ضربك هوية شوية